انا اكتبه هنا الجزء بتاع الديفرنشال ايكويشن اللي هو الجزء بتاع الفيرست اوردر والهاير اوردر ودول خلص خلاص. فبالنسبه لنا الجزء ده لغايه الفاينل جاهز بالنسبه لنا. الجزء الثاني اللي احنا بدانا فيه الجزء بتاع المالتيبل انتجرلز، اخذنا في الجزء ده الدبل واخدنا التريبل. هما ما كانوش بيلحقوا قبل كده شويه ان هما يدخلوا في التريبل، بس الجزء ده مهم عشان السنه الجايه عندكم ماده بتاعت الكتروماجنتكس، فالاثنين دول مهمين جدا. لو انت مش فاهم الكلام ده تبقى قاعد في الكتروماجنتكس يعني مش لاقي الضرب، مش عارف الضرب بيجي لك من انهي ناحيه. فهو الكتروماجنتكس 90% منها ماث، فانت لو الماث بتاعك ضعيف مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه. اللي لسه بقى لنا لغايه دلوقتي اللي انا قلت من اول السنه هم الاساس اصلا، اللي المنهج ده المفروض يدي لك اي خلفيه عنه السنين اللي جايه كلها، هم الاثنين دول اللي هو لابلاس ترانسفورم وفورير سيريز. الميزه الكويسه الفتره اللي انا قعدتها الاسبوع اللي فات شويه في البيت، فانا المفروض دول انا عملت لهم ثلاث فيديوهات جاهزين، في اوريدي اتنين منهم يعني غالبا اتعمل لهم ابلود والثالث بيتعمل له ابلود دلوقتي، المفروض يبقى جاهز على اخر النهارده. فهبعت لكم اللينك بتاع اليوتيوب بتوع الثلاثه بالشرح والمسائل بتوعهم، بس هم مش ثلاثه بس، هم في الغالب لسه في اتنين تانيين المفروض برضه هيكملوا خلال الاسبوع ده ان شاء الله. الفيديو مش ساعه ونص زي المحاضره ولا حاجه، كله حاجه 30 دقيقه 40 دقيقه بس، هتلاقي فيه الملخص. فاللي بقى لنا في المنهج فعليا ان محتاجين نتقابل فيه وش الوش جزء بتاع فورير سيريز. طيب من الاخر برضو تاني الكلام ده عشان سواء انتم مسجلينه عندكم سواء تكتبوه عندكم في اي حته في الكشكول في دماغك تفضل حافظها، ده الحاجه الوحيده اللي انت هتستفاد بيها السنين اللي جايه. وانت بعد ما هتتخرج وحد شغال في كذا اتجاه من الاتجاهات بتاعت الباور اصلا لازم يبقى فاهم الاثنين دول، سواء اللي هيشتغلوا في كنترول عمرهم ما هيسيبوا لابلاس ترانسفورم، والناس اللي هيشتغلوا في الجنريشن او هيشتغلوا في الحاجات اللي فيها يوتيليتيز عمرهم ما هينسوا الجزء بتاع فورير سيريز. فبالتالي سواء شغل سواء دراسه بتاعت السنين لغايه ما نخلص ان شاء الله، دول انت محتاج تبقى فاهمهم كويس. الجزء ده فيه تفاصيل كتيره، ممكن بعض الاقسام التانيه بيقعدوا يدخلوا فيها ديتيلز شويه، احنا بالنسبه لنا هنا في باور مش هنبقى محتاجين فيه ديتيلز قوي. احنا القصة كلها بالنسبة لنا عايزين نفهم هو ايه الكلام ده. فهحاول ان شاء الله نمشي النهاردة فيه على قد ما نقدر. لو قدرنا نخلصه يبقى هو الجزء ده خلص، لو ما قدرناش نخلصه يبقى فيه محاضرة تانية، يعني ممكن نكمل الجزء التاني بتاع المالتيبل انتجرال فيه. اللي هي المحاضرة التانية النهاردة ان شاء الله. كلمة فورير سيريز من الأول، حد بس عنده أي سؤال قبل ما أبدأ أي شرح؟ طيب الجزء بتاع فورير سيريز ده اصلا عباره عن ايه؟ الجزء ده عباره عن سيريز بتهتم ان لو انت في عندك بيريودك فانكشن. بيريودك فانكشن الديفينيشن بتاعها كماثيماتيكال ديفينيشن ان في عندي اف اوف اكس بتتغير بس بتكرر نفسها كل بيريود، والبيريود بتاعتها اللي قدامي دي اللي هي 2L، دي اللي هي البيريود بتاعتي. فلو انا عندي اي فانكشن في الدنيا والفانكشن ديت اللينس بتاعها مثلا 2L، لو قعدت تتكرر تاني بقول ان الفانكشن دي بيريودك. عرفت منين ان هي بيريودك؟ بالشرط البسيط ده ان هي كل قيمه الاكس اي قيمه الاكس هنا لو ليكن هي دي اف اوف اكس، لو انا مشيت 2L اللي هي المسافه اللي هي البريديوستي بتاعت الكلام ده f of x plus 2L لازم هتطلع هي نفس الفاليو باي شكل، ومش لازم يبقى شكل زي ما اللي احنا شايفينه قدامنا ده واضح قوي، حاجه ممكن تكون بالمنظر ده وهي بتكرر نفسها بنفس الشكل. يعني مش القصد ان هي لازم تكون حاجه سيمتريك. فهو ده المنظر بتاع ان انا عندي فيه periodic function. فورير جاء اللي عمله المفيد بالنسبة لنا، كل القصة بتاعت فورير
قال ان اي فانكشن بتتكرر يعني في ريبيتيشن عندها موجوده كذا مره، فالريبيتيشنز اللي بتحصل كتير ديت انا ممكن اقول ان دي عباره عن سميشن اللي هو الكلمه اللي جت بتاعت السيريز ديت عن شويه حاجات كلنا في الماثماتكس عارفين ان هي بتتكرر وبيزكس لينا كلنا. مين اسهل فانكشن كلنا عارفين انها بتتكرر؟ الحاجات الترجمتريك اللي هي الساين والكوساين. فانت بالتالي انا عارف اوريدي ان في فانكشن كده دي اللي هي الساين وفي الكوساين بالشكل ده، فالاتنين دول اللي بيتكرروا قدامنا. قال اي فانكشن بتتكرر في الدنيا ما هي الا سيريز مالتيبل من الاتنين دول، بس مالتيبل بحاجات مختلفه. يعني الساين دي لو انت عايز تعرفها، اي ساين او الكلام بينطبق على الكوساين جواها ترم هنا جوه، لو هي فانكشن فاكس ففي ترم هنا جوه هو ده المفروض بيعبر عن ايه للفانكشن. الجزء ده بيعبر على الفريكونسي اللي هي بتتغير قد ايه، والفريكونسي عشان نربط الدنيا ببعض الفريكونسي بتاعتها انفرس بروبورشنال للبريودك تايم او اللي هي البيريود بتاعت الفانكشن اللي هي الساين او الكوساين بتتغير معاه. فسواء انا عارف المعلومه دي او المعلومه دي فانا عارف كذا ساين. وفي حاجه تانية مهمه جدا، ان الكلام ده في امبليتيود هنا بيتغير. انتوا اخدتوا اي سي في السيركت ولا بداتوا؟ طب باين عليكم كويس زي الفل، فعارفين الحاجات دي. تكراري على الشطار. ففي عندنا ساين او كوساين، ففي ارجمنت جوه ليه علاقه بالفريكونسي بتاعتها وليه العلاقه الثانيه ان في امبليتيود للساين ده. فكل اللي فورير قال ان انا لو عندي في فانكشن والفانكشن دي بيريودك، ما ننساش تاني ان انا بتكلم اف اوف اكس دي لازم تكون بيريودك فانكشن، قال ان انا اقول هي عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن انفينيت اوف تيرمز، على حسب ما يطلعوا بقى هما انفينيت ولا ممكن يعتبروا حاجه فاينايت في الاخر. لو في ترمات بتبقى بزيروز، ان هو اي كوفيشنت اللي هو يعتبر الامبليتيود بتاعنا في ساين بلس، وخلينا نعملها زي كل الكتب، كوساين وبي ان في ساين. عشان نفهم بس الكلام، انا اللي يهمني مش الكتابه، الكلام ده بيتحل في الامتحان وغالبا ده سؤال الناس كلها بتجاوبه في جميع كليات الهندسه على مستوى مصر، فده مش سؤال هيبقى فيه حاجه في الاخر. انا تاني اللي بيهمني انك لازم تبقى فاهم هو ايه الكلام ده جه ازاي. فالكوساين والساين اللي موجودين عندنا دول جواهم ترم فانكشن زي ما انا قلت في اكس، والجزء اللي هنا ليه علاقة بالفريكونسي. احنا عارفين ان هي لو هي ساين اكس فدي معناها ان هي بريودستي بتاعتها قد ايه؟ 2 باي صح؟ يعني بتكرر نفسها كل 2 باي. طيب لو هي مش لازم تبقى ساين اكس، لو في اي رقم هنا هنجيبها ازاي؟ لو الرقم ده اي حاجة الفا هيبقى البريودستي بتاعتها 2 باي على الفا صح؟ فالفانكشن بتاعتنا دي في الاخر هي عبارة عن باي في اكس على الال. هقول لك ايه الال دلوقتي، وعشان ده بيتغير يعني كل مرة في ان بتزيد، يعني الفريكونسي ممكن كل شوية اغيرها، ففي اللي هو الترم اللي هو الان عشان السيريز اللي موجوده دي، ونفس الكلام ده هنا. ايه هي ال اللي انا بتكلم عليها؟ انتوا كلكم قلتوا 2 باي على الفا صح؟ لو البيريود اللي موجوده ديت بدل ما هي 2 باي اسمها 2 ال، هيبقى المفروض الارجيومنت اللي انت هتكتبه جوه كام؟ 2 باي على 2 ال يطلع كام في الاخر؟ هي الباي على ال. والان دي جت منين تاني؟ انك انت مره هتاخد ساين اكس، ساين 2 اكس، ساين 3 اكس، ساين 4 اكس. يعني معناها بمعنى تاني اسهل ان هو بيبدا بفريكونسي قليله بالمنظر ده ويبدا يجمع عليها الترمات اللي هم الاكتر.
فاللي بيحصل ان هو قاعد يعمل ايه كل شويه، كل ما هزود ترمات كتيره من الساين دي واجمعهم مع بعض هيطلعوا لي اي فانكشن جديده. يعني ده ممكن يطلع لي الشكل ده، يطلع لي اي فانكشن هي ما هي الساين، بس فانكشن ما زالت بريودك، صح؟ طب لو هم كلهم ساين، هي الساين ليها خاصيه انتوا عارفينها من زمان، او في واحده من البروبرتيز المهمه بتاعه الساين ان هي المفروض الشكل بتاعها عباره عن شكل ايه؟ هي ايفن ولا اود فانكشن في الماثيماتكس؟ ايفن ولا اود؟ اود. ليه؟ عشان السيمتري بتاعتك دي اللي هي حوالين الاوريجين فدي اود فانكشن، والكوساين بالعكس كانت ايه؟ ايفن. سيمتري اراوند الواي فدي ايفن، وده السبب الاساسي ان السيريز بتاعته فيها كوساين وساين. ليه بقى؟ هو حد قال لنا ان كل فانكشن بتتكرر يعني بريودك لازم تبقى ايفن او لازم تبقى اد؟ فهي لو ايفن بالعقل هيبقى عباره عن مالتيبلز من مين؟ كانهم هم شويه كوساينز كتير بس الفريكونسي بتاعتهم متغيره والامبليتيود متغير، يتجمعوا على بعض يدوا لك حاجه برضو ايه؟ حاجه لازم تكون ايفن. طب لو هي حاجه اد، لو فانكشن اد نفس الشكل اللي انا رسمه لك ده، طبيعه الحال انك عشان تطلع فانكشن اد لازم الحاجات اللي يتجمعوا كلهم مع بعض لازم يكونوا هم كمان ايه؟ لازم يكون اد عشان يبقى السيمتري موجوده زي ما هي، فلازم يبقى السميشن لاود فانكشن، فلازم كلهم يكونوا ايه؟ ساين. طيب حاجه زي دي اود او ايفن؟ لا. طب يبقى انا محتاج اقول ان هي عباره عن ايه الفانكشن دي؟ هي جزء اد وجزء ايفن، يعني لازم السيريز يكون فيها ايه وايه؟ فيها ساين وفيها كوساين. حاجه زياده بسيطه لسه في الاخر عشان الموضوع يبقى اكتمل، الفانكشن دي ليها افريج، انتوا عارفين الدي سي والاي سي، الميزه بتاعت الساين والكوساين كاي سي سيجنال الافريج دايما كام؟ زيرو. الدي سي هو الحاجه اللي دايما افريج ثابته مع التايم. طيب حاجه زي دي ليها افريج؟ هتقول لي عرفت ازاي الافريج؟ افريج ما هو الا الاريا اللي موجوده تحت الكيرف بتاع السيجنال كلها. فانا لو عندي ديت سيجنال الاريا بتاعت 1 بيريود هاخد 1 بيريود وكالكوليت الاريا وابقى تيكينج انتو انكاونت اللي هو المفروض اللي عندي ده بوزيتيف واللي تحت ده نيجاتيف، كاني لو بقيس فولتج او كارنت ده فولتج بوزيتيف وده نيجاتيف فولتج، فالافرج يطلع بكام؟ بزيرو. طب دي لا ليه؟ عشان لو انا اخدت 1 بيريود هنا كده الجزء ده بوزيتيف فولتج، لو انا بتكلم ده فولتج وده بوزيتيف فولتج، يعني في افريج في افريج، فهي المفروض ايفن فانكشن صح، بس الافريج مش بزيرو. يعني انا لو قعدت اجمع مليون كوساين مع بعض عمرهم ما يطلعوا لي دي، امال هيطلعوا لي ايه؟ هيطلعوا لك فيرجن زي دي بالظبط بس متشفته كده. علشان ايه اللي يحصل في النهايه؟ عشان اللي يحصل في النهاية ان يبقى في عندك جزء زي ده الاثنين البوزيتيف اللي موجودين في زيهم ايه تاني؟ اثنين نيجاتيف، علشان يبقى الافرج زيه زي مين؟ زي الكوساين. بس هل انا ضامن ان كل السيجنالز اللي عندي لازم يكون الافرج بتاعها بزيرو؟ لا. ففورير اخد باله من القصة دي، قال ان اي بريودك فانكشن لو هي ايفن هيبقى فيها دايما كوساين بس، ولو هي اود هيبقى فيها ساين بس، ولو هي ولا ايفن ولا اود هيبقى فيها ساين وكوساين، وفي ترم هنا ثابت الترم ده ما هو الا شيء بيعبر عن ان الافرج بتاع الفانكشن كام، اللي هو ده لو بالنسبه لنا في الحاجات بتاعه الكهرباء كان ده هو بيمثل لك قد ايه دي سي موجود جوه السيجنال، اللي هو تاني ده عباره عن الجزء اللي جاي من الافرج. فالافرج هنا لا يساوي زيرو، معناها ان الاي نود ده موجود ليه فاليو. فهو ده القانون بتاع هو ده فورير سيريز. احنا عاملين assumption من الاول
ان الفانكشن دي بيريودك, وتاني الكونديشن بتاعنا f of x بتساوي f of x plus 2l. يعني ال اللي موجودة عندك هنا دي وال اللي موجودة دي هل هم البيريود؟ لا, ده هاف البيريود, صح كده. فال ال ما ننساش تاني, ده عبارة عن هاف البيريود بتاعتك. طب اذا كان هي دي فورير سيريز, ايه اللي مطلوب مننا لو انا عندي اي سيجنال وعايز اجيب فورير سيريز؟ هو ايه اللي احنا عارفينه وايه اللي احنا مش عارفينه؟ لو الفانكشن اللي موجوده عندي بيريودك, فكل اللي انا عارفه من البدايه ان هي بيريودك ببيريودستي 2l, يعني ال اللي موجوده عندي دي اللي هي هاف البيريود, انا عارف قيمتها. في حاجه تانية انا عارف قيمتها؟ هل انا عارف الامبليتيود اللي هما الكوفيشنت دي بتاعت الساين والكوساين بكام؟ هل انا عارف ان الافرج ده بكام؟ فبالتالي الريكوايرد مننا في كل الحاجات بتاعت فورير سيريز هي مطلوب منك انك تجيب الفاليو بتاعت الكوفيشنت اللي هما مين, بكام الفاليو بتاعت اي نوت, بكام الاي ان, بكام البي ان. واضح الكلام ده؟ فاحنا عايزين ازاي نعرف نجيب القصه بتاعت الكوفيشنت دي نجيبها ازاي؟ لو انا بعمل انتجريشن بالنسبه للساين والكوساين على بيريود كامله من سالب ال لل, حد عارف الانتجريشن ده يطلع بكام؟ لو ساين واحده او كوساين واحده وبتعمل لها انتجريشن زي ساين اكس دي في الفتره من 0 ل 2 باي, انتجريشن بكام؟ بزيرو. طب ولو هي كوساين؟ هتطلع بكام على بيريود كاملة؟ بزيرو. يبقى الانتجريشن بتاع اي حاجة من الساين او الكوساين على بيريود كاملة الكلام ده بزيرو. طيب انا ايه الفايدة بتاعت الكلام ده بالنسبة لنا؟ انا لو عايز اجيب الكوفيشنت بتاعتنا اللي هم الكلام اللي قدامي ده, ده البروف, وانا مش هسألك تاني في اي بروف موجود في المنهج. فانا عايز اجيب الكوفيشنت اللي هي الاي نوت والاي ان والبي ان, كل اللي هعمله ان انا هعمل انتجريشن للاف اوف اكس اللي موجوده عندي دي كلها على بيريود كامله من ماينس ال لل دي اكس. لو انا جيت اعمل انتجريشن لدول كلهم, خلي بالك من حاجه, الانتجريشن على الجزء الاولاني اللي هو اي نوت على 2 ده هيبقى انتجريشن من ماينس ال لل, والسميشن اللي موجود عندي فيه مشكله ان الانتجريشن يدخل جوه السميشن ده. هو اصلا الانتجريشن عباره عن ايه؟ عباره عن سميشن. بس انا هنا سميشن لمين اصلا؟ للان. فلما تيجي تعمل انتجريشن او سميشن تاني للاكس هياثر على حاجه في الان دي, فبالتالي اصلا ما فيش اي كونفليكت ما بينهم. فبالتالي ممكن الانتجريشن دلوقتي يدخل هنا انتجريشن للجزء بتاع الكوساين وانتجريشن للجزء بتاع مين؟ مش ده انتجريشن على بيريود كامله؟ مهما كان الكوفيشنت باي فاليو في الاخر الانتجريشن ده بكام وده بكام تاني؟ بزيرو. اصبح ان الشكل اللي قدامك اللي باقي لسه اي او اي نوت اوفر 2 ده كونستنت, انتجريشن دي اكس باكس سبستيوشن ال ماينس ماينس ال يطلع لك 2 ال, وده الاي نوت اوفر 2 يطلع انتجريشن هنا ماينس ال ل ال,
f of x dx. يعني في الاخر ال a node بتاعتنا دي ما هي الا الانتجريشن على بيريود كاملة للفانكشن على مين؟ على ال، صح؟ هو ده ديفينيشن حاجة جديدة غير الافرج. الافرج هو الانتجريشن بتاع بيريود كاملة، صح؟ مقسوم على البيريود دي. واحد يقول لي بس احنا قاسمين على ال بس، ليه مش قاسمين على اتنين؟ عشان اصلا الاتنين موجود. يعني هو في الاخر الافرج مش اي نود بس، الافرج هو مين؟ هو الترم ده على بعضه، اي نود اوفر 2 هو ده الافرج. فيبقى اي نود لو انا عايز احسبها لاي فانكشن بعمل انتجريشن على بيريود كامله من ماينس ال ل ال اف اوف اكس دي اكس. السؤال البديهي بقى، هو الانتجريشن يفرق للفانكشن لو هي بيريودك؟ لو انا عملت انتجريشن من ماينس باي لباي او عملت انتجريشن من 0 ل 2 باي، هو ايه اللي يفرق اصلا؟ المهم ان الانتجريشن يتم على ايه؟ على بيريود كامله. فده في الاخر ما يفرقش معاك الليميتس من كام لكام، اللي يفرق ان ده عباره عن انتجريشن over one complete period. يعني ده ممكن يبقى من ماينس ال ل ال، ايوه ممكن ينفع من 0 ل 2 ال برضه ممكن. في الاخر اي فتره تكامل على البريودستي الكامله بتاعتك، الفتره اللي بيتكرر فيها الفانكشن دي كامله، القيمه هتطلع واحده، مش هتفرق هي مين. حد لسه عايز حاجه من الجزء ده؟ ليه بزيرو؟ مش هي دي رسمة الكوساين؟ الرسمة بتاعتها التكامل من ماينس باي لباي بكام؟ أنا الكلام ده بالرسم بس، أنت مش مصدق الجرافس انتجريشن الكوساين ساين وعوض من ماينس باي وباي في الحالتين الاتنين زيروز، صح؟ في حد لسه متلخبط في اي حاجه او عنده سؤال في حاجه من الكلام ده؟ اتفضل. الكوزين هي ايفن، صح؟ يعني ايه من نيجاتيف فاليو؟ صح. انا عايز افتكر هما كانوا بيقولوا الكلام ده في اعدادي فين بالراحه. بس على كانوا بيقولوا الكلام ده فين؟ انا مش فاكر صراحه كانوا بيقولوا فين الكلام ده، من زمان قوي. ف هي ايفن، صح؟ على فتره كامله يبقى 2 في الانتجريشن على هاف الانترفل، صح؟ طيب ما هو ده هاف الانترفل اصلا. لا اعملها 2 انتجريشن كوساين من 0 لباي هيطلع ساين، ساين الزيرو بزيرو ساين الباي بزيرو، صح؟ الايه؟ حلو. هو فين اللي احنا نقسم عليه وفين الكونستنت وفين كل القصه دي؟ ما تفرقش معانا ليه؟ صح ماشي. ساين باي بكام؟ لا لا ساين باي بس بكام؟ خلاف ساين باي. طب وساين ماينس باي؟ 0 ناقص 0 او 0 زائد 0.
طيب انا المشكله انا عارف اللي بيحصل في اعدادي، فانا للاسف انا مش احنا ايه المشكله بتاعتنا دلوقتي؟ في مشكلتين، ان انا لما جيت اكتب الكلام ده كتبته كده باعتبار ان احنا فاهمين ايه اللي بيحصل. لا 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 مش هخليها باي خالص اصلا، خليها مور جنرال، من ماينس ال لال كوساين ان باي اكس اوفر ال، وما هيش ثابته باي رقم هنا لان ده موجود اي رقم. وانت عايز تعمل انتجريشن لده صح؟ طيب نعمل انتجريشن مع بعض. الكوساين هيبقى الانتجريشن بتاعه ساين، فده ساين ان باي اكس اوفر ال ديفايدد ان باي اوفر ال، واعوض هنا من سالب ال لغايه ال، يطلع ده كونستنت في الاخر. الكونستنت ده مش بزيرو اصلا، اي حاجه رقم هيطلع لك هنا ساين الاكس هتعوض مره بمره بال، هيطلع ساين ان باي ماينس ساين ماينس ان باي. ان ده مين؟ ان ده رقم انتجر. طيب ساين باي زيرو، ساين 1043 باي زيرو. طب ساين النيجاتيف بتاعهم زيرو، فده زيرو وده زيرو، دي بلس دي ماينس ولا تفرق. طب ده بخمس تلاف ولا ده بربع؟ مش هتفرق. الجزء الثاني، ما احنا كانوا قايلين لنا ان ده even function integration على period كاملة from minus a to a، هيبقى 2 integration من 0 لغاية الفترة. يبقى كل الكلام ده شغال معايا زي الفل، مضروب في 2 ده 0، واجي بدل ما كنت بعوض هنا بماينس ال هعوض بساين 0. في حاجة اتغيرت في التعويض؟ بس ضربنا في 2 زيادة، فرقت؟ فدي طريقة من البداية خالص، دي طريقة. الرسم جاب لك القصة دي من الأول. في حد لسه شباب متلخبط في دي؟ نعم؟ كانت بتطلع معاكم بأرقام؟ لا انتوا ناس جبابرة، انتوا مش عاديين أصلا. لا ده في الامتحان انا لسه ما خلصتش الورق بتاعكم، بس يعني الناس ماشيه فعليا، بتفضل ماشي ماشي وتلاقيه ان هو خلاص انا معاه وواصل للنهايه، يقوم راح جاي كده مفرمل وعامل اي عك. يعني ايه اللي حصل له في اللحظه دي في حياته؟ ما اعرفش. يعني انا بحاول اتخيل انا ماشي مع واحد فعليا خطوه خطوه زي الفل، وقرب اهو الناتج، قام رايح ماشي والله. وفي حاجات ايه يعني، مثلا تحس ان هو اينشتاين جاب كل حاجه وقلب بقى في حاجه بتاعت اولى ابتدائي، ايه ما اقدرش اوصف الصراحه دلوقتي، بس يعني علشان كده دايما انا مقتنع ان الامتحان مش تقييم كامل لاي طالب يعني الصراحه. طيب حاجة بس، يعني ايه يا رب يا رب، يعني ايه ما يطلعش في اي مشاكل تاني. انا عملت انتجريشن المرة اللي فاتت لمين بس؟ للاف اوف اكس، طلع في الاخر التكامل كله زيروز ما عدا ترم الاولاني اللي هو الكونستنت. طيب انا نفس الاف اوف اكس اللي هي دي انا هعمل ملتبليكيشن في كوساين واعمل انتجريشن، في مشكلة؟ الله اعلم. فده هيطلع اي نوت على الاثنين مضروبه في الكوساين اللي موجوده عندي من ماينس ال لال، والاي ان اللي موجوده دي هيحصل انتجريشن، الكوساين دي هتبقى كوساين سكوير، والبي ان مضروبه في ساين في كوساين، وده انتجريشن تاني. انا بس ما كتبتش اللي جوه عشان مش هيفرق معانا في حاجه، بفرض ان هو مش هيفرق معانا في حاجه. الاي نوت ده كونستنت، انتجريشن الكوساين على بيريود كامله، انسى اعدادي بقى خلاص.
كوساين او ساين على بيريود كامله كام؟ زيرو. انتوا لو بتقولوا الكلام ده لاي حد ربنا يستر يعني بعد سنتين ثلاثه وانتوا في اي بروجكت ولا حاجه وحد من الدكاتره بتوع كهربا فعلا وهي كلها اي سي سيجنال يعني يا اما هي السيجنال جنريتد يا اما ساين يا اما كوساين فعلى بيريود كامله ليها فاليو. هو مين اللي بيديكوا سيركت السنه دي؟ دكتور حنفي. لا خلاص انتوا كده هتبقوا عارفين. فده نيجي للانتجريشن الاولاني ده الكوساين سكوير دي مين؟ حافظين او مش حافظين؟ ده هيطلع الكوساين سكوير بس نص ونص كوساين اللي هو دبل اللي موجود ده صح؟ طب والساين كوساين دي الانتجريشن بتاعها تاني عشان اعمل انتجريشن هي دي عباره عن مش ده اللي هيحصل؟ انا كل الكلام ده ما عملناش لسه انتجريشن. طب اذا كان الكوساين اصلا انتجريشن بتاعه لوحده على فتره كامله بزيرو الكوساين سكوير هيطلع ايه؟ اكيد مش زيرو. ليه مش زيرو؟ بالتعريف البسيط قوي انا لو عندي ده المفروض الكوساين بتاعي بالشكل ده الكوساين سكوير هتبقى عامله ازاي؟ لا ده انتوا ممتازين ما شاء الله. يعني ليها افريج صح؟ يعني فالتكامل ده مش بزيرو. طيب الترم ده بزيرو ولا مش بزيرو في التكامل؟ ليه؟ ده كوساين كامله فتره كامله على الكوساين بتاعتك مهما كانت رقم البيريودز اللي موجوده جوه الفتره دي بس هي دي على الاقل هي 1 بيريود بيريود او اكتر ما دام هم مالتيبلز بيريود يبقى كل الانتجريشن ده بكام؟ طب لو هي ساين نفس الكلام يعني الانتجريشن ده زيرو الانتجريشن ده نصه بزيرو يتبقى لك مين هنا؟ نص هيتعمل له انتجريشن دي اكس يطلع اكس تقعد باللي فوق ماينس اللي تحت يطلعوا 2L فيطلع ان الكلام ده في الاخر ده نص AN في 2L ده كل اللي باقي معانا ده كل اللي باقي معانا بيساوي الطرف الثاني مين هنا؟ انتجريشن الفانكشن اللي موجوده عندك مضروبه في كوساين انتجريشن دي اكس ده اللي هو الجنرال فورمولا اللي موجوده اصلا ماينس ال ال يعني من هنا تعرف تجيب مين؟ اي ان هيطلع الاي ان هو النص مع الاثنين دي برضو تاني هيطلع واحد على ال انتجريشن ماينس ال ال الفانكشن اللي عندك مضروبه في مين؟ مضروبه في كوساين. طب البي ان هتيجي ازاي؟ هي بقى خلاص بقت مفهومه فالبي ان سيميلرلي هيطلع ده 1 اوفر ال ماينس ال ال الفانكشن اللي موجوده في ساين. يبقى كل اللي انا محتاج ان انا اعرفه من القصه دي خلينا نمسح الرسمه دي ملهاش لازمه دلوقتي A node بتساوي 1 over L minus L L F of X DX يبقى ما هو فورير سيريز هما الثلاثة دول ده طبعا كلام مش حفظ قوي ليه مش حفظ قوي عشان الA node هو الانتجريشن كله شبه بعضه هو 1 over half البيريود انتجريشن على بيريود كامله ما تفرقش منين لفين المهم بيريود تكون كامله اف اوف اكس لوحدها يطلع لك الاي نوت الاف اوف اكس مضروبه في كوساين هيطلع الاي ان الاف اوف اكس مضروبه في الساين هيطلع مين البي ان جبت الثلاثه كوفيشنت يبقى انت جبت مين فورير سيريز بتاعه الفانكشن اللي احنا بنتكلم عليه
الكلام بتاع اعدادي اللي انتوا كنتوا بتحبوه، لو انا عندي even function ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل في الانتجريشنز دي؟ اولا اللي كلنا عارفينه كويس قوي، ال f of function f of x دي even من minus a ل a، يبقى من 0 ل a وضربنا في 2، كلنا عارفين القصه دي صح؟ فده زي الفل. f of x دي even صح؟ والكوساين even، اتنين even مع بعض البرودكت هيطلع even، تاني هيبقى ايه؟ بدل ما بعمل integration على البيريود كاملة اعمل integration على half البيريود. الاخير ال f of x دلوقتي even function، الساين odd، odd في even. function odd function even هيحصل ايه؟ هيضربوا بعض هيدي لك odd function صح؟ صح ولا مش صح؟ زي ما انا شايف، فده غالبا هيطلع odd. integration على فترة كاملة للodd بكام؟ بزيرو، فيطلع ان البي ان اصلا مش موجودة، وده اللي احنا قلناه من الاول. حد فاكر الكلام ده؟ ما هي لو الفانكشن ايفن من الاول كل السيريز هتطلع ايه؟ هي تجميعة كوزاين على بعض، ولو الافرج بتاعها مش بزيرو هيطلع لها افرج، لو هي ايفن زي الكوزاين وليها افرج هيطلع الترم ده بكام؟ يعني هل ممكن ان في ايفن فانكشن يطلع الاي نوت بزيرو؟ عادي جدا، الافرج بتاعها بزيرو. طيب بالنسبة لو هي اود الفانكشن دي، قبل ما انقل، في حد عنده مشكلة في أي حاجة من الثلاثة دول جم ازاي من هنا؟ قول. البي ان بزيرو ليه؟ اف اوف اكس في الحالة دي بالذات دلوقتي انا فرض ان هي فانكشن ايه؟ من الرسمة انا شايفها ان هي ايفن فانكشن. طب الايفن لما تتضرب في الساين اللي هي اصلا اود فانكشن، ايفن فاد هيطلع اود، بدل ما انا بضربهم في بعض. اضرب الاثنين دول في بعض اللي هيحصل ان هي تبقى لفوق زي ما هي ومايله شويه، ودي هتبقى نفس الشكل بس في النيجاتيف. فلو بضرب اثنين اوت في بعض هيدي لك ايفن، لو اثنين ايفن في بعض هيدي لك ايفن، لو واحده ايفن واحده اود هيطلع الاثنين، هيطلع الملتيبليكيشن بتاعهم اود. فاود انتجريشن على فتره كامله زيرو على طول. طيب لو هي الفانكشن اود من الاول فالكونستنت ده بكام؟ زيرو، فاي نوت بزيرو. an f of x دلوقتي هي اللي odd function، الكوساين هي ايه؟ even، فا even و odd مع بعض odd على interval كاملة zero، يبقى ال an بزيرو. يتبقى لك ال bn هي مين؟ الساين زي لسه قايلنا حالا ده odd و f of x odd، فالmultiplication بتاع two odd function هيطلع even function. يبقى ال even function ال integration يطلع من كام لكام؟ يبقى دبل الفاليو بتاع الانتجريشن الاولاني بس من هاف البيريود بس، اللي هي f of x في ساين n باي x اوفر l. واضح الكلام ده؟ بالنسبة حاجة بس تانية، بالنسبة لبقية درجات أعمال السنة أنا عايز أعمل كويس تالت علشان يعني يبقى عندنا شوية درجات أكتر، نعرف إيه نعمل شوية معادلات رياضية لغاية ما نشوف الماكسيمم أوتبوت هيطلع قد إيه. فخلاص إحنا الميد ترم خلص باللي فيه واللي عليه وخلص بالكويزات هو كمان، فالأسبوع ده إحنا المفروض فورير يخلص، وأنتوا عندكوا شوية مجهود في البيت وفي السكشن أكيد هيحل عليه الأسبوع اللي جاي واللي بعده، يحلوا على لابلاس، يخلص القصة بتاعت لابلاس دي.
فممكن سيبنا من محاضرة الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعده يبقى فيه كويز على يعني مسألة لابلاس ومسألة فورير. هيبقى فاضل أسبوعين على الفاين، أسبوعين 10 أيام. أنا بحاول أجيبها لك بالظبط، الفاينل يوم 16. ف اونلاين ده ممكن تخليني اميل لناحيه ان انا اعمل الامتحان زي بتاع الجبر بتاع اعدادي ده. انا صراحه يعني الشيطان جالي في دماغي كذا مره والناس قاعدين بيصححوا الورق سهل جدا والنتيجه بتطلع تاني يوم والناس مبسوطه، بس حسيت ان هو الرياضه يعني ضميري مش سامح لي ان انا يعني ايه الحل، هو بس هي صح او غلط دي اون او اوف. فلا لا انا مش هعمل يعني، انا مش مقتنع ان هو صح لغايه دلوقتي، دي حاجه قناعه شخصيه يعني. ف حته اونلاين ومش اونلاين لا انا ما تفرقش معايا، ما هو اونلاين الدفعه كلها يعني 90% هيجيبوا 10 من 10 في الكويز و10 هيجيبوا 9.5 مثلا، فهي دي مش المشكله. المشكله لو انت مش عارف تحل الكلام ده والفاينل مثلا سين 40% هيبقى لابلاس وفورير على الويت بتاع الدرجات، فانت وصلت الرساله صح؟ فاكيد انت لو ذاكرت. والتاني عشان بس الناس تبقى واضحه، الكويز في الاخر هو ما تاخدوش بالقيمه اللي هو انت ايه يعني بتتقدر ان في كويز قبل الامتحان ب 10 ايام، هو دي فرصه ليك انك انت ذاكرت، هتيجي بعد كده الفاينل كل انت محتاج مذاكرته كله ماكسيمم يومين اصلا الرياضه كلها. الله اعلم قد ايه، بس يعني انا بخمن يعني انا مش متوقع اكتر من كده. يعني انتوا ذاكرتوا، هل الناس حست ان الكوزات فرقت في الاداء بتاعكم في المتر؟ او لا بامانه انا مش هتفرق يعني مش فانا كنت متوقع ان الكويز بيخليك شويه انك انت المتر يجي وانت في على الاقل شويه معلومات موجوده في دماغك. نفس الكلام الفاينل، انا برضو خاف انك تخش الفاينل وانت لا بلس ولا فورير عملت فيهم اي حاجه في حياتك وانت زي الفل وشايف نفسك مفيش احسن من كده. ف ايه اللي بيحصل في الامتحان؟ ف طيب نيجي بقى ايه اللي مطلوب مننا في حاجه زي كده. كل مطلوب السؤال الساذج ده، فايند فورير سيريز فور ذا فولوينج فانكشن، هو ده كل السؤال بتاع فورير. اف اوف اكس ايكوال X، فترة بتاعتنا موجودة من الـ integration يكون سهل minus 1 ل 1. طيب عايزين نحل، نجيب دلوقتي في فانكشن قدامي اهي، والفانكشن هو جيفن عندي ان هي البريودستي بتاعتها بكام، فدي من الاول بس عشان ما انساش دي مين، دي اللي 2 ال اللي هي ال ال بتاعتك اللي في كل التكاملات اللي هي بكام دلوقتي. انا يعني للاسف بتقل على الحاجات الهبله دي عشان دي الحاجات اللي بتنقص الناس في الامتحان، او بصفه عامه التركيز بتاع اي حد هو مبسوط وعارف وفاهم كل حاجه 100% ودماغه تخونه في اللحظه زي دي اللي باتنين ويبدا يعمل التكاملات كل اللي بيطلع معاه غلط. فدي هي الفانكشن اللي عندي. طيب انا محتاج اعمل ايه قبل ما اعمل اي حاجه؟ الفيرست ستيب بتاعتي ان انا ارسم الفانكشن دي عامله ازاي. فالفانكشن دي موجوده من ماينس 1 ل 1 والقيمه بتاعتها اسمها اكس. X ده اللي هو ستريت لاين. وايه الجيفن الزياده اللي عندي؟ ان الستريت لاين ده الفتره بتاعته اللي موجوده اصلا في الرسمه 2 بتكرر نفسها كل قد ايه؟
كل اتنين، فيعني اللاين ده هيقعد يتكرر معاك كده. هل هو حاجة من السبيشال كيسز اللي هي السيمتري اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ في سيمتري في الشكل؟ في سيمتري. اني نوع من السيمتري؟ اود فانكشن. فمن الاول كده انا عارف ان الاف اوف اكس اللي قدامي من الجراف هي اود فانكشن. ده بيتضمن ايه لما هو تكون اود فانكشن؟ لو هي اود فانكشن this implies ان هي المفروض الاي نوت بتاعتك 0 an 0. منين الكلام ده؟ احنا لسه الكلام قدامنا. يبقى اللي مطلوب مني بس اجيب قيمه مين؟ bn. فيطلع ان bn هي الانتجريشن 2 اوفر l اللي هي مين ال l؟ 1. انتجريشن من 0 ل 1 قيمة الفانكشن اللي عندك x مضروبة ده b، يبقى هو الساين عشان ما تتنسيش دايما، ساين n باي x اوفر l اللي هي 1، واعمل انتجريشن ده dx. نعرف نعمل انتجريشن زي ده؟ ده انتجريشن مرة واحدة باي بارتس x وساين. الاثنين دي معانا زي ما هي بره، وده اليو ده الدي في بتاعتك. فيبقى عندك ده اكس في ماينس كوساين ان باي اكس على ان باي. وبعد كده بلس الانتجريشن ده كوساين ان باي اكس على ان باي. كل الكلام ده 0 1 0 1. انتجريشن الكوساين ده يطلع لك كام؟ ساين، وفي ان باي هيبقى ان باي سكوير تحت، وتعوض بكام وكام؟ 0 1. ساين ان باي لما اعوض بواحد، الحاجات اللذيذة دي، ساين 0 طبعا 0، ساين اي انتجر مضروب في باي 0، كوساين 0 1، كوساين ان باي بكام؟ كوساين ان باي دي سالب 1 لو الان اود، وبوزيتيف 1 لو الان ايفن. فيبقى مور اكيوريت ان انا اكتبها هي سالب 1 باور ان. مفهوم؟ فيبقى هما دول الثلاثة او اعتبروا الاثنين الاساسيين اللي احنا عايزين نعرفهم. فيبقى الساين دي بالسبستيوشن كل ده 0، يتبقى لك مين اللي لسه موجود جوه ده؟ الترم الاولاني اكس لما اجي اعوض هنا بواحد وده كوزاين، هيطلع ده عبارة عن 2 وده ماينس 1 كوزاين ان باي. الكلام ده مقسوم على ان باي. والترم اللي بعد كده هتعوض بالزيرو، الكوزاين هيبقى بواحد مفيش فيه مشكله، بس فيه ايه؟ اكس. فاكس سبستيوشن بزيرو هيطلع زيرو. يطلع ان الكلام ده في النهايه عباره عن ماينس 2 اوفر ان باي ماينس 1 باور ان. ده مين ده؟ ده البي ان. خلصت المساله على كده؟ لا، لازم تكتب الفورم بتاع السيريز. اللي هي ايه الفورم بتاعت السيريز؟ ان الاف اوف اكس بتاعتك في النهايه اي نوت اوفر 2 0، سيجما ان بتساوي 1 لانفينيتي، اي ان كوساين 0، بقى لك البي ان اللي انت لسه مطلعها في سالب 1 باور ان، كل ده مضروب في مين؟ في ساين، صح كده؟ والال بتاعتنا بواحد، ويبقى هو ده القيمه بتاعت الفانكشن اللي عندي، اللي هي لو عندي فانكشن اسمها اكس بتتكرر بفتره او ببيريود بتساوي 2 from minus 1 to 1، الفانكشن دي في الاخر ممكن اقربها ان هي عباره عن سيريز اوف ساينز بالشكل ده. واضح يا جماعه الكلام ده كله؟
طيب function زي اللي فوق دي انا اعرف ان هي odd او even ازاي؟ لازم تعمل الجراف بتاع الفانكشن دي. الناس بس عشان ساعات بيبقى حتة الرسم دي فيها مشكلة او الناس بتحاول تعقد الدنيا. هو ده في الاخر straight line ولا مش straight line؟ مش straight line. ليه؟ عشان هو quadratic equation. equation of degree bar. البار بتاعك bar 2 اصلا. فكل اللي انا هعمله هو جايب لك مين ومين دلوقتي. ده اللي start والend بتوع الانترفلز بتاعتك. فهي بتستارت عند زيرو وبتنتهي عند باي. مطلوب مني اعمل ايه؟ اجيب التو فاليوز، وعشان هي مش ستريت لاين خد اي فاليو في النص عشان تعرف هو هيبقى عامل ازاي. فكل اللي هيحصل دلوقتي انا ده مش ستريت لاين، هعوض اكس بزيرو هنا يطلع كام؟ زيرو. وعوض اكس بباي زيرو. ما هو كيرف بس انا مش عارف برضه لسه عامل ازاي، فلازم تختار نقطة في النص. فانا هختار الافرج اللي هي الباي اوفر 2. باي اوفر 2 هنا اتعوض بيها يطلع كام؟ خلي بالك برضه يطلع كام ديت مش قصدي يطلع كام تروح تمسك الكالكوليتر عشان تعوض. يطلع كام ده يعني الرقم في الاخر بوزيتيف ولا نيجاتيف، هو ده اللي يفرق. ليه؟ عشان السيمتري. فهيطلع ده باي ماينس باي اوفر 2، في باي اوفر 2 في الاخر رقم بوزيتيف يعني هي حاجة فوق. وقلنا ان ده مش لاين فده كيرف. بس كده بس كده. يبقى هو الستبس الثاني انت رسمت مين ومين؟ الستارت والاند. والتاني هو مش لاين فانت اضطريت انك تاخد نقطة في الانترميديت، نقطة في النص. بعد ما اخدت النقطة بتاع الانترميديت اللي يهمك ان هي ايه او ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني الرسمة تبقى اباف اكس اكسس ولا بيلو اكس اكسس؟ هو بيقول ايه بعد كده؟ الفانكشن دي بتتكرر كل قد ايه؟ كل باي. يعني الفانكشن دي بتتكرر تاني وتالت وتفضل تقعد تتكرر كده. البريودستي دي كام دلوقتي؟ باي. يعني جيفن عندي من الايكويشن من البدايه ان 2L هي مين دلوقتي؟ باي. يعني ال L اللي في كل الحاجات السبستيوشن بتاعنا اللي هيحصل هي مين؟ باي اوفر 2. يبقى دي اول حاجه عشان ده كل الرولز بتاع الانتجريشن معتمد على L. في سيمتري ولا ما فيش سيمتري؟ دي لوحدها ما فيش سيمتري. ما تخليش بقى دماغك تقوم راح واقفه عند هنا. ما هو التاني السيمتري بتبان على بيريود كامله بس تكون سنترد عند الاوريجن. يبقى انا ما ابصش بس من زيرو لباي، ابص من مين لمين؟ من سالب باي لباي؟ لا، من ماينس باي اوفر 2 لغايه باي اوفر 2. لازم اللي انت بتبص فيه على السيمتري لازم مازال هو بيريود كامله اللي هي الباي. طيب الفانكشن دي ايفن او اود؟ ايفن. فيبقى الشكل اللي انت بتتكلم عليه ده ايفن فانكشن. الجزء للدرجات، افرض دلوقتي انت بتمتحن في اي امتحان حد بيسالك اي سؤال والوقت قدامك محدود جدا، ايه الحاجه اللي تعرف تاخد درجتها؟ الحاجه اللي بزيرو. لما يكون عندي ايفن فانكشن مين اللي مش موجود؟ البي ان. فانا قبل ما انسى على طول ما دام هي ايفن يبقى بي ان دي بكام على طول من الاول كده؟ بزيرو. يتبقى لك مين؟ يتبقى لك اي نوت واي ان. كانتجريشن اي نوت واي ان لو انا عندي سيمتري هذا القانون، ما فيش سيمتري يبقى هزود من ماينس ال ال، او لو دي ما كانش فيها سيمتري كنت هشتغل من ماينس ال ال التكامل. هو انا عندي قيمه الفانكشن من ماينس ال ال؟ لا، انا عندي الفانكشن بادئه على فتره بادئه من الزيرو متعرفه بالفتره دي، فاسهل لك في الانتجريشن تبدا انتجريشن منين لفين؟ من زيرو ل 2L. تاني لو دي ما فيش فيها سيمتري يعني انا محتاج اجيب اي نوت اي ان بي ان. لو انا عايز اجيب الثلاثه انتجرلز فالمفروض الثلاثه انتجرلز اللي موجودين معايا كلهم بيبداوا من سالب ال ال او من 0 ل 2 ال على حسب مين الفتره الجيفن اللي موجوده عندك كفانكشن. فانكشن دي ديفايند على انهي انترفل؟
من سالب باي لباي او من سالب باي على 2 لباي على 2، لا هي من 0 لباي. يبقى الانتجريشن بدل ما كل انتجريشن كان من ماينس ال ل ال تكتبه من كام لكام؟ من 0 ل 2 ال. هو الكلام ده هيختلف؟ لا مش هيختلف، ما دام الانتجريشن على فتره كامله يبقى تاخد الفتره الكامله اللي موجوده جيفن هنا. واحد يقول لي طب ما انا اخليها من ماينس ال ل ال ما دام الانتجريشن مش هيختلف. بس انت ما تعرفش الفانكشن قيمتها بكام اللي هو الرسمه دي، ما تعرفش الايكويشن بتاعه الشكل ده بكام في الفتره اللي هي من سالب باي لزيرو. فالقصه مش اللي هو انا بختار الانترفل المزاجي، انا بختار الانترفل اللي هي موجوده عندي ديفايند اصلا في الايكويشن. فهنا بالنسبه لنا انا عايز بس هاف الانترفل، يعني انا همسك الانتجريشن للجزء ده بس. فيبقى ده عندنا اول واحده فيهم اللي هي 2 اوفر ال اللي هي باي اوفر 2، انتجريشن من 0 ل ال اللي هي 0 لغايه باي اوفر 2. الفانكشن اللي موجوده عندك اللي هي اكس باي ماينس اكس دي اكس. الثاني برضه نفس القانون هيبقى 2 اوفر ال انتجريشن من 0 ل ال اوفر 2 اللي موجوده عندك. الفانكشن اللي موجوده اكس في باي ماينس اكس، بس ده مضروب في مين دلوقتي؟ كوساين ان باي اكس على ال اللي هي تاني باي اوفر 2 دي اكس. ممكن نعوض الاول نكمل ده. فيبقى الجزء الاولاني ده 4 على باي ده 4 على باي اللي هو ده. الترمين دول مع بعض ما تنساش ان دي معادله يعني من الكوادراتيك ايكويشن من الدرجه الثانيه، فانت محتاج تكتب ده عباره عن باي اكس ماينس اكس تربيع. فالانتجريشن بتاعهم هيبقى باي اكس سكويرد اوفر 2 واكس سكوير هيبقى اكس كيوبد اوفر 3 وتعوض بزيرو باي اوفر 2. الزيرو اللي تحت ده هيخليك كله زيرو، فده مش المشكله. لما تيجي تعوض بباي اوفر 2 هنا هيبقى ده عندك باي كيوبد ده هيبقى 8 وده باي كيوبد على كام ده؟ 24 و 8 3 فهيطلع الكلام كده في النهاية. المهم اللي يطلع لنا ده في النهاية بالمنظر ده، يبقى أنا دلوقتي عندي باي سكويرد أوفر 8 والانتجريشن اللي تحت ده هنكتبه بقى هنا. فهو ده الانتجريشن بتاعنا مرتين باي بارتس. فيبقى ده المفروض الـ AN بتساوي 4 over باي باي x minus x squared في sin 2nx over 2n minus باي minus 2x sin 2nx all نسمع 3 مش هغلطك يعني انت راجل رايق وقاعد فاضي بتحسب. الكلام اللي قدامنا ده تاني من 0 لباي اوفر 2 وده من 0 لباي اوفر 2. بصوا يا جماعه بس هنا الاول الساين الميزه بتاعتها انك مش محتاج تفضل تقعد تعوض كتير قبل ما تقعد تعوض جوه دول. شوف الساين اصلا في التو ليميتس هتطلع بكام.
الساين عند الزيرو طبعا زيرو، والساين عند الباي على 2 هيبقى ده باي على 2، هيتبقى لك ان، هتروح الاثنين مع الاثنين ان باي اللي هي برضو بكام. فانا مش عايز اوجع قلبي خالص بده، ده زيرو غير ما اقعد في حاجه تانية. يتبقى لنا التكامل ده تاني اللي هو مره تانية باي بارس، هيطلع ان الكلام ده 4 اوفر باي، وفي ماينس ساين هنا هيبقى ده اللي هو الباي ماينس 2x، وانتجريشن الساين دي هيبقى ماينس كوساين، وال2n دي سكويرد ماينس، تبقى دي بلس تاني ماينس 2، وده كوساين 2nx اوفر 2n سكويرد dx. قبل برضو بس ما اكمل، الكوزاين ده في الغالب هيطلع فيه تعويض بالارقام عشان كوزاين الزيرو اصلا بواحد. انتجريشن دي بمين؟ بغض النظر ايه اللي هيحصل، انتجريشن ده هيطلع ساين صح؟ وهتعوض بمين ومين؟ في شويه كونستنت حواليه فده صفر، فمفيش قدامك غير الترم اللي هو التاني اللي هو طالع من اول واحد هنا. يبقى الشكل اللي قدامنا ده لما اجي اعوض الجزء ده هيبقى 4 اوفر باي، ولما تيجي تعوض هنا باي اوفر 2 في الاولانيه يطلع ده بكام؟ باي ماينس باي، فده زيرو فكمان ده راح. يتبقى لك اللي هو الترم اللي هو بزيرو هيبقى ده يطلع لك منه بس باي، والكوزاين الزيرو ب1، فيطلع ان الكلام ده في النهايه ده هيطلع باي اوفر 2 ان all squared. في كانت سيب دي الماينس بقى دي هنا، هيطلع ان الشكل ده كده. ده مين دلوقتي؟ ده ال an يعني الفانكشن في النهايه f of x بتساوي a نوت اللي احنا جبناها على 2 اللي هي باي سكويرد على 6. ما تنساش ده مين؟ ده ال a نوت جوه الفورمولا هو مين؟ a نوت على 2 بلس سيجما من ان ب1 لانفينيتي، الرقم اللي قدامك ده الباي دي مع الباي دي، يطلع ان الكلام اللي قدامك ده وفي 2 هنا وفي الأربعة دي اللي هي اصلا السكويرنج معنى صح، فال2 مع ال4 فعندي ممكن تبقى بطريقه اسهل ماينس 1 اوفر ان سكويرد، يطلع ان الكلام ده ماينس 1 اوفر ان سكويرد كوساين ان باي اكس على ال اللي هي الباي على الاثنين اللي هي في الاخر هيطلع نفس الترم اللي كنا قاعدين نعمل له تكامل كل الفتره اللي فاتت دي 2nx. فاصبح هو ده الشكل اللي قدامنا. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الفانكشن اللي فوق دي لو اتكتبت ان هي عباره عن فورير سيريز، يعني لو انا جمعت شويه الكوساينز دي بالامبليتيود ده والفريكونسي دي بيتغيروا بكذا فريكونسي للساين وكذا امبليتيود، سوري كذا فريكونسي للكوزاين وكذا امبليتيود، في الاخر الترمات دي لما اقعد اجمع ترمات كتير منهم هيقربوا يبقى الشكل بتاعهم زي الشكل ده. الساعه كام دلوقتي؟ طيب انا بس محتاج 5 دقائق فعلا. بس الكلام اللي هقوله ده مش بتاع الامتحان ولا ليه علاقه بالاسئله، الشابتر كده بالنسبه لنا خلص خلاص. هو الكلام ده انتوا بتستفادوا بيه ايه؟ يعني انا قاعد اقول الكلام ده مفيد جدا ليه؟ انتوا اخدتوا الجزء بتاع في الاي سي او وانتوا بتحلوا العادي، اخدتوا الكويل والكاباستور وانتوا بتحلوا بيهم؟ طيب الكويل والكاباستور دول عباره عن لينير اليمنت ولا نون لينير اليمنت؟ يعني ليه نون لينير؟ عشان ما تغلطش، هو لو داخل سيجنال كارنت على الكويل، الكارنت ده 5 مثلا 0.5 امبير ساين اوميجا تي، الكارنت والفولتج اللي انت هتقيسهم بره الكويل بعد ما يكمل في اي حته ثانيه في السيركت، الساين اوميجا تي دي هتبقى ساين 2 اوميجا تي او ساين نص اوميجا تي، امال ايه اللي هيتغير؟
هيغير الفيز. الساين ممكن تبقى كوزاين لو زودت ال 90 لاج او ليد باي شكل من الاشكال سواء كاباستور او كويل. والامبليتيود هيتغير على حسب الفاليو بتاعه ال ال او سي صح. هو الكلام ده ليه ما بيحصلش في ريزيستنس؟ ريزيستنس ما فيش فيها تغيير في الفيز، فالساين هتفضل ساين، الكوساين هتفضل كوساين. يعني من الاخر انا بقول لك ليه لينير او مش لينير. لو هو مش لينير الساين ديت اللي هي ساين 5 تي مثلا هتطلع ساين سكوير 5 تي اللي هي في الاخر عباره عن مين؟ هي الساين سكوير دي مش حاجه جديده، الساين سكوير دي اللي هو بالقوانين بتاعه الحاجات اللي احنا عارفينها من زمان بتاعه الالجبرا هي اصلا مين بتاعه الكالكولوس. هاف وهاف وهاف كوساين الدبل بتاع الانجل. يعني في الاخر الساين سكوير دي ما هي الا سيجنال عباره عن كوساين 10 تي صح. هل لو انت شغال في اللاب او انت شغال في حتى قاعد تكتب الاناليسز بتاع اي سيركت ده خلاها فريكوينسي هيطلع فريكوينسي ثانيه لو عدت على الكاباستور او على الكويل؟ لا. معناها ايه؟ معناها ان الاليمنتس دي كلها هي عباره عن لينير اليمنت، هي بتعمل انتجريشن او بتعمل ديفرنشيشن، والاثنين في الاخر ما هما الا عمليات لينير. امتى تبقى العمليات نون لينير؟ ان انت تدخل فريكوينسي يطلع فريكوينسي ثاني. الكلام ده بيحصل بالنسبه لكم انتوا في تطبيقاتكم ايه؟ الناس اللي هتطلع تشتغل بره بعد ما تخلص وناس حتى اللي هي في الثالثه ورابعه، انت بتجنريت حاجه بالفريكوينسي مثلا ب 50 هرتز مثلا. وعدت يعني في الاخر انت في جنريتور بيطلع ساين وكوزاين الفرق بينهم فيز زي ما انا قلت 90 درجه فيز، يعني فرق بينهم تايم بس، تايم ديلي حد منهم عن تاني اللي هو بهاف بيريود. فالقصه اللي احنا بنتكلم فيها انا عندي فريكوينسي وانا متخيل ان الاوتبوت ده هيعدي في سيستم طويل قوي كده كيبلز ويخش على يطلع من جنريتور يخش على اي موتورز يخش على اي حاجه بتعمل فانكشن عشان تقيس عشان تعمل اي حاجه بتغير بوزيشن بتاع اي حاجه. المهم السيستم ده في النهايه يطلع لك فيه اوتبوت. الاوتبوت بقى انت متوقع ان هو السيجنال خارجه تاني بس باختلاف الفيز وباختلاف الامبليتيود بس ما زالت الفريكوانسي 50 صح. ده ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ عشان حتى اللي انت بتدرسه الكاباستور والكويل اللي موجودين عندك دول في الاناليسز بتاعنا كسيركت احنا بنعتبرهم ان هم بيور بيعملوا الفانكشن اللي هي بتاعه الانتجريشن او الديفرنشيشن للكرنت او للفولتج، فيطلع الفرق كله شويه الامبليتيود والفرق بتاع الفيز اللي بيحصل. انما في الطبيعي الاليمنت اللي هو مصنعين الكاباستور ده حاجات بتحصل نون لينير بيرفورمانس بيطلع من ده. النون لينير ده مش حاجه كبيره قوي، بس يعني ايه مش حاجه كبيره؟ يعني تاثيره وليكن كل 100 امبير هيطلع النون لينياريتي بتاعتهم واحد من 1000، يعني 0.1 امبير هيحصل له ديستورشن او يحصل له حاجه اللي احنا بنسميها في نون لينير افكت. نون لينير يعني ايه؟ يعني في فريكوينسز ثانيه موجوده في السيستم. يعني ايه في فريكوينسز ثانيه؟ يعني انت لو بعته 50 الاليمنتس اللي موجوده دي هتقعد تعمل لك جنريت لحاجات انت اصلا ما تعرفهاش عند 100 و150 و200 و400. طيب الديفايس بتاعتي اللي في الاخر اللي المفروض انا بعمل ترانسفير للباور دي من الحته دي للحته دي المفروض هي متخيله المفروض ان انا هيجي لي بس حاجه واحده بغض النظر هي الماجنيتيود قد ايه، بس الفريكوانسي بتاعته هو 50. طيب دول بقى هعرف منين ان هم جولي كده؟ لو دول جم ودخلوا على السيستم بتاعك اللي هيحصل انك ممكن السيستم ده كله يتدمر، يعني السيستم في الاخر بتاعك يبوظ. فالناس فعليا بتاعك جزء من التخصصات الناس بتشتغل بره ان هو بيجي في النص هنا قبل ما يستخدمهم بيعمل ميجر لحاجه بيسميها وخليك فاكر اللفظ ده دايما الهارمونكس. ايه كلمه الهارمونكس دي؟ هو فورير اللي عمله كله قال لك اي سيجنال بيحصل لها بريودستي في الاخر هي عباره عن جزء دي سي وجزء كوساين او ساين. الجزء الكوزاين والساين اللي هو اللي موجود كل الترمات اللي جوه دي اسمها الهارمونكس بتاعتك. انت عايز اني هارمونكس منهم وانت شغال في اي اي سي سيجنال؟ انا باعت ساين اوميجا تي هستنى الناحيه الثانيه ساين او كوساين اوميجا تي، يعني معناها ان هي الفريكوانسي اللي داخله تطلع بنفس الفريكوانسي صح؟ يعني السميشن ده كله انا محتاج منه اي اليمنت غير اول واحد؟ لا مش محتاج اكبر من اول واحد بس، والباقيين كل الكوفيشنت المفروض تبقى ايديالي بكام؟ مش موجوده، تبقى كلهم بزيرو. فعشان كده الجزء الاولاني لما ان بواحد
بيسمي دي هي الفاندامنتال بتاعتك. فهو لما بيتكلم ان هو في سيجنال جايب 50 هرتز ولا ب 60 هرتز، دي مين؟ دي هي الفاندامنتال فريكوانسي او الفاندامنتال هارمونكس. التانيين كلهم اللي هم دول الحاجات دي كلها دي بنسميها اللي هي الهاير اوردر هارمونكس، اللي هي الفريكوانسيز الاعلى من الفريكوانسي بتاع السيستم اللي انت عايزه. طب بيعمل ايه هنا؟ بيميجر الكلام ده. بيميجر ازاي؟ كل اللي بيحصل ان هو بيعمل سبيكتروم للفريكوانسيز اللي جايه له بره على السجن، فيلاقي فيه كام فريكوانسي، يلاقي كل اللي انا بقول لك عليهم دول. طيب الحاجات اللي بيعملها اللي هو الميجرمنت ده بيعمل ميجرمنت دي ازاي؟ ما هو الا ان السيجنال اللي جايه له اللي كانت عباره عن سيجنال ساين شكلها لذيذ بالمنظر ده، هي جايه حاجه بالمنظر ده. فبياخد دي اللي هي السيجنال اللي هي ما زالت بيريودك، يعمل لها ايه؟ فورير اناليسيس، هيعمل لها فورير سيريز. يطلع ايه؟ يطلع ان هو عنده ما زالت في سيجنال عنده الفريكوانسي بتاعتها 50 هرتز، بس في ترمات جديده طلعت اللي هي في فريكوانسي جديده بقت واصله 100 هرتز 150 200 400، كل الكلام ده طلع في السيستم. طب هو يفرق معاه ايه هنا؟ تخيل انك انت بتنقل سيجنال، السيجنال اللي موجوده ديت 100 فولت، ولما جيت اجيب الكوفيشنت اللي هي الارقام اللي هنا دي، طلع ان الفريكوانسيز الثانيه دي كلها وليكن طلع ده 0.001 فولت، وطلع اللي عند ال 150 هرتز طلع 0.05 فولت، وطلع ده 25 فولت، وطلع عند 400.003 فولت. انا ليه بكتب بس الفولت اللي بكتبه ده؟ كل دي اللي انا بقول في فريكوانسي وفي رقم هنا اللي هو الماجنيتيود اللي هو الامبليتيود بتاع كل فريكوانسي من دول. هو لما يعمل اناليسز ويطلع له الفريكوانسيز دي كلها، يبقى عارف مين اللي ممكن يسبب له مشكله للسيستم. انا بنقل 100، فالريشيو ما بين ده تقريبا اقل من 1 على 1000 او 1 على 10000، فده تقريبا تاثيره هيبقى ايه؟ كانه مش موجود. وده اللي تحتيه اللي هو 0.05، حاجه برضو ما زالت مجهوله. طب ال 25 دي؟ لا ده بقت ربع السيجنال ذات نفسها، فدي بالتالي ممكن تاثر في الاوتبوت اللي هيحصل عندي ده. فبعد ما بيعمل الاناليسز يقوم رايح هو كل اللي جاي عامله ايه؟ انا فهمت ان دول هم الفريكوانسيز اللي عامله لي مشاكل، قام رايح جاي هنا بالظبط كده زي ما بتعمل في الميه، بتعمل فلتر. تقوم راح قصص مين؟ اي سيجنال جايه لي عند 200 هرتز شالها من الاوتبوت. هتقولي طب هو مش عايز يشيل الباقي؟ لا خلاص معلوش يفرقوا معاه. ليه معلوش يفرقوا؟ عشان من فورير اناليسز اللي عمله ده كل الامبليتيودز دي ضعيفه جدا، السيستم اصلا مش هيحس بيه. هي دي قصه فورير واستخداماتها بس. شكرا شباب، خلاص.